هنروح دلوقتي مرة تانية لهالة الحملاوي ونعرف منها آخر أخبار الفن والنشرة الفنية. تفضلي. شكرا يا أحمد، أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. لقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. الشبوة الصغيرة يا ياسين، بينك وبينه ايه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيبياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك انك تتعنطر تعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما تسحى جدعها. في ايه ده مكاني دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. يا بيه فين اللي بتخل معاه؟ ايه موسم البطل ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني، هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحة تساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة اهو، مدينة الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ اهلا بكم مره تانية. النجمه لبلبة اتكلمت عن دور زاهيه في مسلسل الكتيبه 101 وتحضيرها للشخصيه، وقالت لما بقعد قدام التلفزيون كنت بشوف امهات الشهداء وهم بيتكلموا، شفت امي وتعاملها مع اخويا. الام دايما بتتعامل مع ابنائها وكانهم اطفال او بيبيهات مهما كبروا، هيفضل احساس الامومه عندها كبير. انا بفرح لما بيجي لي دور ام. النجمه لبلبة قالت كمان انا فكرت اني امثل ملايين الامهات في الوطن العربي خصوصا اللي عندهم ابطال بيدافعوا عن اوطانهم. قدمت الدور بكل احساسي وكنت بعيط بجد، دموعي في المسلسل طبيعيه 100%. الفنان احمد سعيد عبد الغني نشر بوستر مسلسل حرب اللي بيقوم ببطولته النجم احمد السقا والنجم محمد فراج ومن اخراج احمد نادر جلال، وبيشارك احمد سعيد في المسلسل بشخصيه محوريه في الاحداث. تحت الوصاية ده اسم مسلسل منى زكي في رمضان، واحد من 2023 الأعمال اللي مستنيها الجمهور علشان تتعرض، وده لأن في أحداث درامية مشوقة عن أرملة اسمها حنان بتحاول تدور على مصدر رزق ليها والأولادها بعد وفاة زوجها، وهنا حنان هتواجه مجموعة من الأزمات والتحديات. المسلسل هيتعرض أولى حلقاته يوم 16 رمضان وبتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي. الفنانة روبي قربت تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل حضرة العمدة، وأصبح باقي الروبي أقل من 48 ساعة، وهتخلص المسلسل اللي بيشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين اللي وصل عددهم لأكثر من 30 فنان وفنانة. المنتج جمال العدل اتكلم عن مسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج وقال إن ريهام اتطورت بشكل كبير جدا، هي بدأت معايا في سجن النساء وبعدها عملنا مسلسل يوتيرن السنة اللي فاتت وبنينا على نجاحه السنة دي مسلسل جميلة، وده من أكتر المسلسلات اللي هتنجح السنة دي ومفيش فيه غلطات درامية أو فنية. منذر ريحنا قال انه سعيد بالتعاون مع محمد رمضان في مسلسل جعفر العمده، وده التعاون الثاني بعد مسلسل المشوار. ريحنا قال ان خروج شوقي فتح الله من السجن ورجوعه لحي السيده زينب هيقلب احداث المسلسل راسا على عقب، وكشف ريحنا عن صراع كبير هتشهده الاحداث بين عيله حماده فتح الله وبين عيله جعفر العمده. الفنان طارق لطفي قال إن في عدد كبير من الشخصيات التاريخية أثرت في حياته وتعلم منها كتير، وكمان شخصيات درامية أثرت فيه في طريقة تفكيره زي النجوم زي زكي رستم مثلا، محمود المليجي، أحمد زكي، نور الشريف، ومحمود عبد العزيز. الفنان سمير حكيم قال إنه سعيد جدا بردود الأفعال اللي حصدها على دوره في مسلسل الصفارة، وده بعد ما جسد دور عم راضي اللي وقع في طريق شفيق وفي كل مرة بيحاول تغيير مصيره. حصدت الشخصية إشادات واسعة بعد الحوار اللي دار بينه وبين شفيق خلال الحلقات الماضية حول ضرورة الرضا بحاله والسعي وعدم الاستسلام.
وخلصت نشرتنا الفنية، ونعود تاني لأحمد عبد الصمد واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليك يا أحمد. شكرا لك يا هلا، وفعلا خلصت النشرة الفنية، لكن الكلام عن الدراما ومسلسلات رمضان لسه لا يزال مستمر. بالضبط، شكرا لك.